ضد له ولا ولد له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرضى بها عنا وترضيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على الحبيب المُصطفى والنبي المُجتبى وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. اللهم علِّمنا ما ينفعنا يا رب، اللهم علِّمنا ما ينفعنا، اللهم علِّمنا ما ينفعنا، اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزِدنا من فضلك وجودك علمًا يا رب العالمين. اللهم فرِّج كرب المكروبين، وأزِل الهم عن المهمومين، وارحم موتانا واشف مرضانا، أنت حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في كتاب الشمائل، شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شمائل سيد ولد آدم على الله ولا فخر، شمائل الحبيب المصطفى. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في باب جديد في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بوَّب له الإمام الترمذي تحت هذا العنوان فقال: باب ما جاء في فراش رسول الله، صليت مع رسول الله في فراش سيد ولد آدم، إخوتي إمام الدنيا والآخرة، على أي سرير كان ينام النبي محمد، على أي أريكة كان يتكئ عليها النبي محمد، على أي كرسي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بأي لحاف، بأي غطاء، بأي كساء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلتفع صلى الله عليه وسلم. لما تسمع عن رسول الله تتخيل هذا الأعرابي وقد رسم صورة في خياله كالكي أخواني بعد صلاة رسول الله، لما تسمع عن رجل عظيم، عن هيئة رجل عظيم وحديث الناس عنه بعد صلاة رسول الله، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وإذا بأعرابي في قلب الصحراء يسمع عن رسول الله، صليتم على رسول الله، هذا الرجل بسيط في حاله ولكن يسمع عن النبي، عن صدق النبي، عن أمانة النبي، عن جمال النبي، عن وقار النبي، عن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، فرسم صورة في ذهنه أيها الإخوة، صورة ملك من الملوك، صليتم على رسول الله. فجاء الأعرابي وكلما اقترب من رسول الله كلما زادت الهيبة، صليتم على النبي محمد، حتى دخل الأعرابي مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر يمينا وشمالا من الخلف والأمام، أين هو رسول الله، أين هو رسول الله؟ فإذا به يسأل أحد الصحابة: أين رسول؟ قال: يا رجل أما ترى هذا؟ كان يقول: أنت مش شايف الجمال اللي قدامك ده؟ مش ده احنا بنقول إيه الحلاوة دي؟ صليتم على رسول الله. فما بالك بالنبي محمد يا إخوتي، يا إخواننا، سيدنا النبي كامل مكمل ليس به عيب ولا نقص، صليتم على رسول الله. إذا كان الأنبياء في غاية الجمال فالنبي أجمل منهم، صليتم على رسول الله. وقلنا حوالي من شهر ونصف أو أكثر قلنا أن النبي محمد أجمل من يوسف، صح ولا غلط؟ صح، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام أوتي شطر نص، يعني نص شطر الجمال، أما الجمال كله ففي رسول الله. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من نبي إلا وهو حسن الصورة، صورته حلوة، ما من نبي إلا وهو حسن الصورة حسن الصوت، وأحسنهم نبيكم صلى الله عليه وسلم، بكاف الحب والخطاب والقرب، قل أفضلهم نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو أحسنهم نبيكم صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر يقول: ما رأيت شيئا أجمل من رسول الله أبدا، ما رأيت شيئا. وجماعة بتقول عربية، ما قال ما رأيت صلتم صورة أو رأيت رجلا أو رأيت شمسا أو رأيت قمرا، لا لا لا، ما قال ذلك، إنما قال ما رأيت شيئا، ليشمل كل ما هو جميل، فسيدنا النبي أجمل منه، صليتم على رسول الله. هذا النبي محمد المصطفى المجتبى سيد ولد آدم على أي فراش ينام؟ الكل يسعى إلى فراش ناعم دافئ في الشتاء،
صليتم على رسول الله بارد في الصيف، صليتم على رسول الله مكيف في الصيف، صليتم على رسول الله يخرج لنا جو بارد ما شاء الله تبارك الله ومكيف كذلك في الصيف هوى دافئ، صليتم على رسول الله ولحاف وبطنية مش عارف إيه وبطنية إيه، حبيبك كي على أي طرة كان ينام كيف؟ سل الأعرابي لما دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بسيط بأبي أمي، ولكن تعلوه الهيبة ما قاله يا أخوان في الشمائل، قالوا ما من أحد يرى النبي محمد لأول وهلة إلا وهابة، تقع الهيبة في قلبك لما ولا وهو سيد ولد آدم. فلما دخل الأعرابي ووقف على رأس رسول الله يا رب يا رب اكرمنا بصحبة النبي محمد في الفردوس الأعلى، وقف عليه إخواننا كذا ووقف قدامه وجها لوجه، والله العظيم وجها لوجه إخواننا وجها لوجه، زي دايما لنا دعابة مع حضراتكم نقول كم تدفع وتسلم على سيدنا النبي، كم تدفع إخواننا؟ ده الناس نسمع كذا إخواني تعليقات ونسمع كذا بعض المقاطع يقول أنا أموت وسلم على الممثل الفلاني، صليتم على رسول الله؟ إحدى النساء يا إخواني في الله أتوا بها في ملعب عشان تسلم على لعيب مش عارف أوروبي كذا، كاد قلبه أن يقف، وجايبينها وأسطورة كذا ومدخلينها الملعب ومغمين عينيها، وعلى فجأة لقيت اللعيب الكرة صراخ، كاد قلبه أن يتوقف لما رأت اللعيب المفضل، فكيف لو رأينا النبي الشريف المشرف صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني اللهم إنا نسألك يا رب صحبة النبي في الفردوس الأعلى. الشاهد يا إخوتي كيف ينام هو سيد ولد آدم؟ على أي فراش؟ صليتم على رسول الله؟ هل كان فراشه من الحرير؟ هل كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من القطن؟ أو كان من الكتان؟ أو كان من أي شيء يا إخواني؟ والله سوف تستغرب الآن بعد الصلاة على رسول الله، لا تشكر الله على ما عندك. أنا أجزم الآن، أنا أجزم الآن أن ما من واحد منكم فراشه إلا وهو أفضل من فراش رسول الله. تسمع دلوقتي أي واحد فيكم عجل بدون أن أدخل بيوتكم يعني، صليتم على رسول الله فراشه أفضل من فراش سيدنا النبي، ومع ذلك قل شكرنا لله رب العالمين. احنا عايزين نتربى من جديد يا إخواني، والله ما حوجنا إلى التربية من جديد يا إخواني. ربنا وصفنا أنك أنت هلوع بتاع مشاكل، أنت الكائن الوحيد في أرض الله بتاع مشاكل، والله العظيم والله أنت الكائن الوحيد، أنت والجن يعني عشان دول أخواتك، صليتم على رسول الله؟ أيوة إخواني، إن الإنسان خلق، مش أنا كلامنا يعني، إن اقرأ الآية ما خافش، تقرأ ما تخافش، اقرأ الآية كده، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني إيه هلوع؟ يعني متقلب، يعني مش ثابت، 99% مش راضي عن حيلة، أغنيناه فما رضي، أفقرناه فما رضي، صححنا له البدن ما رضي، أمرضناه ما رضي، إلا صليتم على رسول الله، إلا من اصطفاهم الله فرضوا بالله ربا. على أي حال رضوا بالله؟ على فقرهم قالوا رضينا، على غناهم قالوا رضينا، متزوج قال رضينا، مش متزوج عنده أولاد ما عندوش أولاد، عنده مرض ما عندوش مرض، يقول رضيت بالله ربا. اللهم اجمعنا مع رسول الله يا ربي. صليتم على رسول الله؟ تعالوا نتكلم عن الفراش، والفراش هو ما يبسط للإنسان ليتمدد عليه ليستريح من عناء الدنيا، تروح في البيت يقول لك إيه ده أنا رميت الجثة، صليتم على رسول الله، ده أنا حطيت دماغي، صليتم على رسول الله، آن للجسم أن يستريح، صليتم على رسول الله. ولكن ورب الكعبة صدق الشيخ عبد الحميد كشك، لا راحة في الدنيا ولا راحة في الآخرة، إنما الراحة بعد لقاء الله. قيل للإمام أحمد متى الراحة؟ قال حينما تنزل بقدميك في الجنة. والله وهو يا إخواني في الله الإمام أحمد يخرج الروح وخلاص بيطلع في الغرغرة، الإمام أحمد يا إخواني، فكان يقول ليس بعد، ليس بعد، لسه ليس بعد. فقال وهو يفيق وبيتخذ سكرة الموت الإمام أحمد رضوان الله عليه، قالوا له يا أبانا كنا نلقنك الشهادة وكنا نقول لا إله إلا الله ونذكرك بالشهادة ونقول ليس بعد، قال لا، صليتم على رسول الله؟ لقد رأيت الشيطان قد تمثل أمامي،
الشيطان تمثل يقول لي لقد هربت مني يا أحمد، والله والله عديت مني أنت صليت والله العظيم يا أخوان لقد إيه لقد هربت مني يا أحمد. فكان كنت أرد عليه فأقول له ليس بعد، أدم لسه الروح موجودة إني لأخشى على نفسي. اللهم إنا نسألك يا ربي بحبوحة الجنة مع سيدنا النبي محمد يا رب. والفراش كما قلنا هو ما يتمدد عليه الإنسان ليستريح وينام يا إخواني، صليت مع رسول الله. وكلما كان الفراش يا إخواني في الله مريح وهادئ وجميل كلما أطلت في النوم، وكلما أطلت في النوم أبشر ضيعت الفجر، صليت مع رسول الله. كلما أكثرت من النوم ليلا ضيعت الإيه؟ ضيعت الإيه؟ الفجر. لكن لو كان فراشك مقلقل زي ما يقولوا الصعايدة كده متقلقل كده ومستابت، صليت مع رسول الله، مرة تترمي من هنا وتعدي من هنا وتقوم كده وتقوم فضل الله، ويكونك عندك عزيمة أن تصلي الفجر، والله ما ضاع الفجر يا إخواني إلا يا إخواني بكذب النية. بكذب النية أكبر سبب مضيع لصلاة الفجر، إنك أنت قبل ما تنام أنت راجل كذاب، لأنك لو صدقت لكان الله أصدق. عيد الكرة تاني، وأنك إذا ما مددت على فراشك قلت يا رب إن روحي بيدك وإني لأشتاق للقائك، بأي ترجمة من كلامك يعني الشرط كلام اللي أنا بقوله ده، قل يا رب أني داخل في المعمعة الموتى دي نوم، فاللهم أيقظني بين يديك يا رب العالمين. عارف إن هو يصحيك عشان يجيبك تقف بين يديك، يبقى أنت مهم، يبقى أنت عميل غالي على الله، عميل غالي والله. لو أنه أيقظك وأخذ بيدك وتخش الحمام وتتوضى وتنزل على السلالم وتستنى الأسانسير إذا كنت ساكن في الدور الخامس ولا السادس ولا جاي على رجليك، والتيار الكهربي ينقطع وتمشي وسط الناس وتبص شمال ويمين عشان تعدي الكوبري وتعدي وتوصل وتخش والحمد لله تتكعبل في أول ما تخش المسجد، كل ذلك بتوفيق من؟ طب وما صححوش ده ليه؟ ساكت على نفسه يا إخواتي، ليه زعلت لما فرح بين فلان عيال عمك لما عمه فرح وما دعوكش؟ ليه زعلت؟ عشان كان نفسك تكون معاهم في الفرح صح؟ في الحفلة دي صح يا إخوانا؟ وزعلت عن المشوار الفلاني والمشوار الفلاني، أما أنا لنا نحزن يوما يا إخواني على ما هو باقي، على فجر يضيع في كل يوم، وإنا لله وإنا راجعون. يا إخوانا ذكر هنا المؤلف الشيخ الإمام الترمذي أن من أكبر الأسباب المضيعة لصلاة الفجر الفراش الهانئ، الفراش المريح، المريح ده تدي فيه وتنام اوعى وشك، صليت مع رسول الله. يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله، تعال نصلي على رسول الله. ما هو فراش النبي؟ اسمع بس صلي بنا على رسول الله. قال حدثنا، أي يقول أبو عيسى الإمام الترمذي يقول حدثنا علي بن حجر، صليتم على رسول الله. يقول حدثنا مين يا إخواني؟ علي بن حجر قال حدثنا علي بن نصر عن هشام عن عروة عن أبيه، عن هشام عن عروة يبقى ابن الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام عن عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت إنما، يسموها في اللغة العربية ده حصر وقصر، إنما خلاص اللي جاي موضوع ده مقصور ما فيش زيادة ولا نقص، إنما كان فراش رسول الله الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، من أدم حشوه ليف. مين يا اخواننا فيكم، عشان اطلع انا كذاب ولا صادق دلوقتي، في حد فيكم يا اخواننا بينام على ليف؟ يا اخواننا انتم معايا ولا نايمين ولا بدات النوم؟ في حد فيكم بينام على 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 ليف؟ والليف معروف ما يستخرج من جذع النخله، من منا ينام على ادم؟ والادم ما هو الادم؟ قال هو الجلد المدبوغ، جلد مدبوغ وحشو ليف، ده انت عشان تنام على الجلد بس ده عقاب صح؟ اه والله العظيم لما تنام على جلد كيف يكون الحال؟ وكمان حشوه
المحشي من تحت حشو ايه؟ ليف. أمي عائشة تقول هذا هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم. يعني أدم؟ قالوا يعني من جلد مدبوغ. المدبوغ يعني يوصل دباغ عشان ايه؟ يستخلص منه القذرات والكلام ده. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشوه ليف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أي كان عادة النبي محمد أنه لا ينام إلا على هذا، دأب النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث بذلك كثيرة جدا. يدخل عليه يوما عبد الله بن مسعود صاحب النبي محمد، عبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فلما رآه النبي استيقظ النبي وقال عبد الله تعالى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اعتدل ودخل عليه عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود فرأيت الحصير وقد علم في جنب رسول الله. نهار أبيض، علم في جنب رسول الله حصير. يا إخوتي، الذي يصنع من عزف النخل ده إخواني في الله، وناشف جدا، كنا نراه ونحن صغار في القرية، ناشف. نعم ناشف، ناشف فعلا، ناشف ناشف، مسطر كمان هو كده إخواني، عشان مطبوخ مع بعض ومخروص في بعض، وكمان الرباط بتاعه كمان مش من فتلة، ده من حبل ليف، وتشد وتعمل غليظ في غاية الغلاظ. سيدنا النبي نايم على ذلك، فلما رآه ابن مسعود قال يا رسول الله ألا نصنع لك يا رسول الله فراشا أوطأ لك، يعني أفضل أهنأ لك. قال يا ابن مسعود ما لي وللدنيا. يا نهار أبيض، ده احنا هنعمل لك بس حتة قماشة عليه. قال ما لي وللدنيا. شوف الدنيا المعظمة اللي في قلوبنا يا إخواني، الدنيا التي فيها يا إخواني هجر الأخ وأخاه. إخواننا الدنيا قذرة عفنة، والله العظيم حتموت يا إخواننا، والله العظيم الدنيا دي فرصة يا إخواني أن تعتذر فيها، بس مش محتاجة أبدا لاجي لك سكر ولا ضغط ولا كبد ولا مشاكل، مش محتاجة أبدا أنك تنام وانت زعلان عشانها. فارغة تافهة قليلة حقيرة قصيرة، ومع ذلك تمسكنا بها يا إخوان، ونخاصم لأجل الدنيا، ونعاقب لأجل الدنيا، ونعمل أجل الدنيا، وسوف نتركها، وانشغلنا عن الباقي يا إخواني في الله. شغلنا يا إخواني عن دار الجار فيها أحمد صلى الله عليه وسلم، بل الجار فيها الله رب العالمين، دار فيها النظر إلى ملك الملوك، دار لا فيها منغصات ولا متعبات ولا كروبات ولا هموم ولا غم ولا تعب ولا مرض ولا موت ولا فيش مشاكل أبدا. مكان صنعه الله وأوجده الله وخلقه الله بنفسه. نسأل الله أن نكون منهم يا رب. هذا هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى بعد الصلاة، عفوا، قال النبي لابن مسعود يا ابن مسعود، لما قال له يا رسول الله نصنع لك إيه فراشا أفضل من ذلك، قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب. واحد راكب، راكب أي حاجة، راكب الدابة بتاعته، ثم استظل تحت شجرة. قال يا أخي ما تاخد نفس، خد لك نفس هنا وكويس، مش نفس نفس، خد لك نفس يعني خمس دقائق، صليت مع رسول الله. أي والله العظيم، اللهم تب على كل مدخن يا رب العالمين، صليتم على رسول الله. قال فلتسترح، قال فاسترح تحت ظل هذه الشجرة ثم راح. راح يعني تركها. الواحد هو ماشي بياخذ الشجرة معاه، واحنا ماشيين بناخذه من الدنيا. ركز طيب، صلي بينا على رسول الله. قال ما لي وللدنيا يا ابن مسعود. ويوم من الأيام يدخل عليه عمر بن الخطاب فيجده نائم، وليس على رسول الله إلا إزار ورداء حتتين قماش، حتى من فوق وحتى من تحت، ونايم بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب عمر من رسول الله قام النبي محمد، فأخذ عمر يتفحص في رسول الله بيص شمال ويمين، فوجد الحصير برضك إيه مجزع كده في إيه في صدر النبي، في
في جنب النبي، عفوا، في جنب النبي وفي ظهر النبي. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، وبيبكي حرقة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، قيصر ملك الروم، وكسرى ملك فارس، في الثمار والأنهار وهم لا يعبدون الله يا رسول الله، كفرة ما بيعدوش حتى مش معترفين به، في ثمار وفي أنهار وأنت يا رسول الله على ذلك. يعمل إيه سيدنا النبي؟ دايما النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد من الصحابة تأخذه يا أخواني في الله الشفقة والتمسك بأي أمر يا أخواني فيه زعزعة يا أخواني للقلب المستقر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الدرس ليعيده إلى مكانه. صليتم على رسول الله؟ زي زمان لما دخل عليه الخباب بن الأرت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخباب قد سال شحم رأسه من مفرق رأسه على وخده، الشحم نازل كده شحم. صليتم على رسول الله؟ قال: يا رسول الله، أولا أصنع على الحق؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ طب ما تدعنا. وسيدنا الخباب لي داخل لأنه كان عبدا لامرأة اسمها بصرة أو بصرة، كان شغال عندها عبد، وكانت امرأة حدادة عندها ورشة حدادة، فلما علمت بإسلامه كانت تخرج الحديد المنصهر بالنار وتضعه على مفرق رأسه فيذوب الشحم على عينه، فبشدة العذاب جاء مشوي عند النبي. قال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ يقول له النبي: معلش واصبر، كلهم يومين. لا لا لا، أراد النبي أن يعيده إلى استقرار القلب. قال له: يا خباب، صليتم على رسول الله، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفلق إلى فلقتين ولا يرده شيء عن لا إله إلا الله. الكلمة اللي جاية دي الصعبة: ولكنكم تستعجلون. ها؟ لكنكم تستعجلون. احنا يا ابو عمو لا عايزينك فرشة حدادة ولا عايزين نشوك ولا نكوك، عايزينك تحافظ على الخمس صلوات، عايزينك تكون راجل في صلاة الفجر، أن تقف مع إخوانك وتدعو الله أن يكشف الهم والغم عن الأمة. صليتم على رسول الله. الشاهد عمر قال: يا رسول الله، كيسر كسرى وفارس في الثمار والأنهار وأنت كذا. يروح النبي يرجعه لمكانه يقول: أيا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أنت بتشك في حاجة؟ أفي شك يا ابن الخطاب؟ ما لي ولي الدنيا يا ابن الخطاب؟ أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ صليتم على الشاهد. لكن ليس مفهومي هذا أو كل ما أستشهد به، وأنا أتكلم بكلام الإمام الترمذي ليس من كلامي يعني، أننا يا إخواني نعيش عيشة التقشف يا إخواني في الله ونشتري حصير وننام على العصير، ليس المطلوب ذلك، إنما المطلوب أن تعيش في ولئن شكرتم، تعيش مع أهل القلة وقليل من عبادي الشكور. نام يا حبيبي على ما أنت عايز، نام على الحرير، لكن إذا نادى الجليل اديله انتباه، اديله تمام، قولك تعالى لي، روح له، أن يراك حيث أمرك، وعيش زي ما أنت عايش. نحن لا نكره أن تركب أفضل سيارة، اركب أفضل حاجة ما دام إن مالك حلال، واسكن في أفضل مكان ما دام إن مالك حلال، وكل أفضل المطعومات ما دام أن مالك حلال، لكن قلبك إياك والغفلة عن الله، لأن الزينة ما حرمها الله منا، ما حرمنا الله منها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وإيه؟ والطيبات، ها؟ والطيبات من الرزق. قل هي لمين يا رب؟
للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يجيب كلمة غريبة جدا كده، خالصة يوم القيامة، متاع الدنيا الناس جميعا سوف يشاركونكم فيه، الكافر والمسلم، البار والفاجر، كله يركب وكله يأكل كله يستمتع في الدنيا، المؤمن وغير المؤمن. لكن في الآخرة حبيبي وعد من الله، لن يتمتع بالزينة والسعادة والطعام والشراب والسكن والراحة إلا أنت أيها المؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، ما احنا بنفهمش ولا ايه؟ لقوم يعلمون. لكن كلما ازددت في العطاء ازدد في الشك. نام في أي مكان ونتمنى ذلك، اسكن في أي مكان، خذ لك فيلا صغيرة كده في الساحل على 2000 متر، صغيرة على قدك، حلو، صليتم على رسول الله الشاهد، لكن قلبك مع الله. عثمان كان يعيش في القصور وقلبه في العرش يدور، صليتم على رسول الله. عثمان رضوان الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، يا إخواني في الله، بعد الصلاة على رسول الله ملياردير وزوج لابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضوان الله عليه وسلم يعيش في القصور ويقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي حاجة يعملها عثمان بعد اليوم، صليتم على رسول الله. عثمان يا إخواني ملياردير ويسكن في القصور وتستحي منه ملائكة العزيز الغفور، صح ولا غلط؟ يبقى قل من حرم، لا، صليتم على رسول الله. من للإمام الترمذي لما ذكر لنا تلك الأمور ليه؟ قال لتشكروا الله على ما عندكم، لتشكر على الله، تشكر الله على حالك، اشكره، قل اللهم لك الحمد على ما عندنا يا ربي، عندنا فراش وعند طيب وفضل الله، وعندنا بيت وعندنا أولاد وعند مأوى وعندنا فضل الله ما لا يعد ولا يحصى، حتى لا تحقر نعمة ربي تبارك وتعالى. اوعى اي واحد يقول لك يا عم نحمده على ايه، اوعى تقعد معاه ولا تمشي جنبه، هذا جرثومة تدمر القلب، وافضل ما عند قلبك. فاللهم احي قلوبنا رب العالمين يا رب. طيب الحديث الذي بعده، بعد الصلاة على رسول الله بأبي وأمي صلوات الله عليه، يقول: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. نفس الرواية دي إخواني بعد الصلاة على رسول الله، يا رب اجمعنا مع النبي محمد، هي الرواية الأولى. أمي عائشة يا إخواني في الله تسأل عن أبي، عن جعفر بن محمد عن أبي، قال سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. تريد أن تؤكد، وكمان حتسأل كمان أمي حفصة دلوقتي، لكن جزئية الحديث الجاية دي إخواني ضعيفة عند أهل العلم، ضعفوها الجزء اللي حتسمعه الآن. وشوف يا إخواني في الله ماذا قالت أمي حفصة، قالت سئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله في بيته؟ قالت: مسحا. قالت إخواني صلى الله عليه وسلم، قالت: مسحا نثنيه ثانيتين، صليتم على رسول الله، فينام عليه. يعني نثنيه يعني الله يفتح عليكم. شفت انت لما تجيب البطانيه كده وتروح مطبقها واحده اول واحده، ولو حبيت تجيبها كمان افضل عشان تفرشها تحتك تجيبها اثنين، صح؟ طب لو افضل ثلاثه اربعه، تعال شوف امي حفصه هتقول للنبي دلوقتي. الجزئيه دي ضعيفه عند اهل العلم. قال: فلما كان ذات ليله قلت له، بتقول لجوزها اللي هو سيدنا النبي أم المؤمنين حفصة، تقول له: يا رسول الله لو ثنيته لك أربع ثنيات، نعمله لك كم أربع، كم طبقة؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة، خلاص حيدي لك إيه اللي بيسموها دي مرتبة، إيه دي؟ كسافة عالية. أيوة كسافة عالية، الله يفتح عليك، كسافة عالية كده مدكوك، الله يفتح عليك، صليتم على رسول الله. نعم يا إخوان. فقالت: يا رسول الله لكان أوطأ لك، فثنيناه له. خلاص احنا خدنا القرار، اسمع، خدوا القرار وعملوا الموضوع ده بأربع ثنيات. فلما أصبح نام النبي عليه قال: ما فعلتم لي الليلة؟ ما فعلتم؟ قال: ما فرشتم لي الليلة؟
ما فرشتم لي الفرشة بتاعت امبارح فرشتوها غير الفرشة اللي بنام عليها دائما. قالوا يا رسول الله، قلنا هو فراشك والله بتاعك، هو والله هو، إلا أن ثنيناه لك بأربع ثنيات، هو أوطأ لك يعني أفضل لك. قال النبي محمد ردوه على حالته، رجعوه لتاني. طب ليه؟ يعرف السبب؟ قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته، وطأته يعني نعومته، وإنه جميل مريح، منعتني وطأته صلاة الليلة. يعني لما نمت ومرتاح والجسم عايز يعيش في المعمعة، كان أحد السلف الصالح يقول لنفسه أقصر من النوم، فإن أمامك نوم طويل طويل، نوم طويل، الجثة دي خلاص حتنام، حتنام يعني هتتمدد، يعني اللي ميت أبوه من 20 سنة و50 سنة و100 سنة و200 سنة. صليتم على رسول الله؟ ابن آدم الذي قاتل أخوه هو أول مقتول، لا يقتل، ده وهو نايم لغاية دلوقتي، ولكن نوم إما في الجنة وإما في النار أو في الجحيم. صليتم على رسول الله. الشاهد من الحديث يا إخواني، وبهذا يكون قد انتهى الشيخ من هذا الباب، ذكر حديثين، الحديث الأول في أتم الصحة والثاني نصفه ضعيف، يعطينا إشارة ودلالة يا إخواني على المحافظة على صلاة الفجر. ما حرم الله علينا النوم، بل النوم آية من آيات الله، ومن آياته منامكم بالليل، صح؟ بل يا إخواني في الله، النوم مش كمان آية، آية دالة على قدرة الله، يعني أول ما يدخل عليك النوم تنام خلاص فيش حل إن شاء الله، حتى لو إحنا بنخطب الجمعة صليتم على رسول الله تنام على طول، وأحلى نومة تنامها زي ما قلت لك، والشيخ هو بيخطب صليتم على رسول الله تحس كأنك أنت واخد حقنة بن كده، صليتم على رسول الله تفوق لما أقولك يلا قوم، ده الإمام يقول قد قامت صلاة، يا عم مش تقولوا لي صليتم على رسول الله؟ الشاهد أقوى تعالى عندنا أحلى نوم صليتم على رسول الله. الشاهد بعد الصلاة سيدنا رسول الله، النوم آية من آيات الله الدالة على قدرة الله، فلا يستطيع إنسان أبدا أن ينكر الموت، صح ولا غلط؟ صح. وأكبر دليل على وجود الموت النوم، صح؟ صليتم على رسول، حتى سمي النوم بالموت الإيه؟ الصغرى أو أخو الموت، صليتم على رسول الله. قالوا يا إخواني في الله، هذا الحديث يعطينا دلالة على المحافظة على صلاة الفجر. يا إخواننا، من لم يصلي الفجر فاته الكثير ورب الكعبة. حبيبي اوعى تزعل مني لما أخبرك بأن النبي سماك ولو كنت محافظ على الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال النبي أثقل صلاتين على والله ما بتعتدي. تخيل لو الصبح أنا ما صليش الفجر، راح قال السلام عليكم يا منافق، يخرب قد بتقول أنا ملاك. آه والله سمعني يا خال، لو واحد الواحد كده صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم يا خبيث. خبيث؟ أيوة، دي الصفات غير الذين لا يصلون الفجر يا إخواني. أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أو الفجر والعشاء، والعشاء والفجر أثقل صلاة. ليه؟ لأنهم فهمش رياء، فيهم سعادة يا إخواني غريبة غريبة، وانت نازل من على سريرك، وانت نازل من بيتك ومكسر ومدغدغ، فعلا مدغدغ، ممكن تشوف الإمام قدامك اثنين صليتم على رسول الله وجاي تعبان، فعلا تعبان، لكن بمجرد الصلاة ركعتين دول يا إخواني تحس يا نهار أبيض إيه اللي حصل، معرفش إيه اللي حصل، مش راح عايز تضحك وخلاص، والله تضحك حتى لو روحت البيت ولقيت حماتك في البيت صليتم على رسول الله، شغل ضحك على طول، منشرح صدرك، منشرح كل حاجة جميلة، وانت مروح سندوتش الفول اللي بتاكله من العربية كأنك بتاكل واحد شاورما لحمة بلدي صليتم، شاغد قلبك منشرح. ليه؟ لأنك أصبحت كما قال النبي فأصبح طيب النفس نشيط، ده كلام النبي ده على اللي صلي الفجر. طب واللي ما يصليهوش؟ قال يصبح خبيث النفس كسلان،
والله ملي نفسي اروح الشغل عنك ما رحت نعمل لك ايه مش عايز يروح اي حاجه والله الواحد ما نفسه في اي حاجه طب صليت الفجر سل اي انسان يا اخواني في الله مدمر البيت عنده سله على الخمس كبسولات صبح ظهر عصر مغرب لابد ان تجد فيهم خلل الزوجه بتقول لك انا بقطع يبقى يا حاج برضك البيت لازم يقطع دايما اي واحد يستفتيني بساله طلب اقول له ابو عمو السؤال مراتك بتصلي والله كانت بتصلي والله مش عارف والله ايه اللي حصل طب وانت ما كانش تصلي طب وانت والله ما يا اخي انت والله يا شيخ بالصراحه مي والصراحه راحه برضك قول يا برنس والله الظروف والشغل ودك شاي يا عم انا مالي بالقضيه دي يا عم منهم الجماعه بيصلوا دول ما بيروحوا الشغل بيروح صليتم على رسول الله يا اخواننا الذي لا يصلي بعد الصلاه على رسول عفوا الذي ترك صلاه الفجر بس لما قال يا رسول الله فلان ترك صلاه الفجر عجب النبي جاب غريب يا اخوان قال ذاك رجل قد بال الشيطان في اذنه فسرها براحتك قوم عاد الصبح نظف بقى نظف يا معلم سلك بقى النبي قالها والله ما انا قلت ذلك رجل بال الشيطان في اذنه يا ابو هتسمع ايه الصبح مش هتسمع غير مرات يقول لك بس 200 جنيه معاك وانت ماشي اه حلوه زي الفل سبينا كذا الاولاد كذا المدارس كذا مش هتسمع حاجه طيبه الشاهد من هذا الباب يعطونا إشارة على أن أكبر الأسباب المضيعة لصلاة الفجر كثرة النوم يا إخواني صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن يصلي الفجر هنيئا يا إخوتي لمن كان له حال مع الله رب العالمين أيها الإخوة الأكارم هذا هو فراش النبي محمد فكيف أحوالكم على فرشكم أيها الإخوة الأكارم ألا يستحق أن نقول على ما عندنا الحمد لله والشكر لله على ما عندنا من نعيم أو والله إخواني فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما اللهم ارزقنا محبة النبي اللهم ارزقنا محبته وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم ارزقنا يا رب العالمين صحبة ومجالسة النبي محمد في الفردوس الأعلى ربنا اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله